أهلا بكم مجددا. في آخر تطورات الحرب على غزة، قتل 25 فلسطينيا وأصيب العشرات مساء أمس جراء القصف الإسرائيلي لمنطقة ميراج شمال رفح. ووفقا لمصادر طبية بالقطاع، وصلت 11 جثة للمستشفى الأوروبي بغزة، فيما وصلت 8 جثث إلى مستشفى ناصر. كما قتل 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم لبريج وسط القطاع، وقتل فلسطيني آخر بدوار الخور بغزة، في وقت واصلت فيه زوارق إسرائيلية إطلاق قذائف على تل الهوى والشيخ عجلين غرب مدينة غزة، فيما استهدفت المدافع الإسرائيلية شرق المدينة. عذبنا واحنا